قبل شد الرحال إلى البيرو ثم إلى الشيلي لإجراء دورة دولية ودية، خص النجم المنتخب الوطني الجزائري ونادي فالنسيا الإسباني سوفيان فاغو للصحافة الإسبانية بتصريحات تطرق فيها لمشاركته المشرفة في مونديال البرازيل بألوان الخضر، إذ لم يتردد فاغو في التأكيد على أن الأيام التي قضاها مع الجزائر في البرازيل ستكون من بين أفضل ذكرياته في مشواره الكروي. وكانت المناسبة مواتية أمام فاغو لوضع حد للشائعات الكثيرة التي راجت بخصوص مستقبله مع نادي الخفافيش، حيث أكد أنه لن يغادر وسيواصل تشريف عقده، وهذا في أعقاب الأنباء التي كشفت عن اهتمام قطبي الكرة الإيطالية ميلان أسي وجيفنتوس بخدمات اللعب. هذا وأعرب فاغو في ختام تصريحاته عن أمله الكبير في أن يكون الموسم المقبل أفضل من سابقه مع ناديه فالنسيا.